بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث وهو أصل في إبطال الحيل، وبه احتج البخاري على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحيل التي يتوصل بها إلى استباحة ما حرم الله حيل باطلة ومحرمة، وقد أهلك الله طائفة من بني إسرائيل، مسخهم قردة وخنازير لما احتالوا على صيد السمك في يوم السبت، فنصبوا له الشباك مع أنهم حرام عليهم الصيد في يوم السبت، فلم يصيدوا، لكن نصبوا الشباك حيلة، فوقعت فيها الحيتان، أخذوها يوم الأحد، غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير عقوبة لهم. وهذا ذكره الله جل وعلا في القرآن، ذكره الله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبت، تلاهم الله في أن الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة مما يغريهم بالحيلة لصيدها، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم نختبرهم. هذه بلوى. الصحابة رضي الله عنهم لما حرم الله عليهم الصيد وهم حرم، جاء الله بالصيد وهم حرم وتناله أيديهم، ينالونه بأيديهم ورماحهم، لكنهم لم يلتفتوا إليه، لأن الله حرم عليهم الصيد وهم حرم فلم يلتفتوا إليه. هذا الفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الصحابة كفوا عن الصيد رغم كثرته وأنه تناله أيديهم، كفوا عنه أن الله حرمه عليهم وهم حرم. هذا فرق ما بين المؤمنين وغير المؤمنين في أوامر الله سبحانه. ولا يجوز الاحتيال على أوامر الله. فهذه الآية أصل واضح في تحريم الحيل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. الوجه الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث وهو أصل في إبطال الحيل، وبه إنما الأعمال بالنيات. شوف، العبرة بنية الشخص وليس العبرة بصورة العمل، قد يكون العمل حيلة، يكون العمل حيلة على ما حرم الله،
العبرة بالنية ما هي بالعبرة بصورة العمل. الصحابة كفوا عن الصيد وهم حرم، لأنهم يعلمون أن الله حرمه عليهم في هذه الحالة، رغم أنه تناله أيديهم ورماحهم. الأعمال بالنيات، ولو تظاهر الإنسان بعكس النية واحتال، الله لا ينظر إلى الصور وإنما ينظر إلى الحقيقة، ينظر إلى الحقيقة ما ينظر إلى الصورة. نعم. وهو وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث وهو أصل في إبطال الحيل. نعم، لأن العبرة بالنية، إنما لكل امرئ ما نوى. الله لم ينظر إلى صورة العمل وإنما نظر إلى نية العامل. نعم. وهو أصل في إبطال الحيل، وبه احتج البخاري على ذلك. احتج البخاري على إبطال الحيل بهذه الآية، بهذا الحديث، بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. احتج البخاري بهذا الحديث في صحيحه على إبطال الحيل. نعم. فإن من أراد أن يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها ألفا بألف وخمسمائة إلى أجل، فأقرضه 900 وباعه ثوبا 600 يساوي 1000، إنما نوى بإقراض 900 تحصيل الربح الزائد، وإنما نوى 600 التي أظهر أنها ثمن الثوب الربا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فمن احتال على الفائدة بالربا فإن هذه الحيلة لا تنفعه وفعله حرام، فعله حرام ربا. كمن أقرض شخصا مبلغا ثم باع عليه ثوبا بمبلغ وأضافه إلى القرض، قال: هذا بيع، أنا ما أخذت عليه زود في القرض، إنما هذا ثمن، هذا بيع. يقول: إن شاء الله النية بهذا البيع، أنت ما تقصد هذا البيع، تقصد الربح في القرض، هو حرام. نعم. وإنما نوى بالستمائة التي أظهر أنها ثمن الثوب الربا، والله يعلم ذلك من جذر قلبه وهو يعلمه، ومن عامله يعلمه، ومن اطلع على حقيقة الحال يعلمه. نعم، يعلمون أنه حيلة على الفائدة في القرض. نعم. فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة من إعطاء 1000 حالة وأخذ 1500 مؤجلة، وجعل صورة القرض وصورة البيع محللا لهذا المحرم. نعم، هذا لا يفيده شيئا ولا ينقذه من عذاب الله عز وجل. نعم. الوجه التاسع: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي. وهذا أيضا من أدلة إبطال الحيل، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. إذا كان يريد أن يقطع الخيار وقام من المجلس يقول: أنا فارقت المجلس فانتهى الخيار، نقول: لا،
الخيار ما انتهى والمجلس ما زال، وهذه الحيلة لا تفيدك شيئا، هذه الحيلة لا تفيدك شيئا، ولا يتحقق بها التفرق. نعم. البيعان بالخيار حتى يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا إلا أن يكون هناك خيار شرط، ينتهي خيار المجلس يدخل خيار الشرط بعد المجلس. فإذا لم يكن هناك خيار شرط وإنما احتال على إنهاء المجلس أو احتال أحدهما، فهذا الحيلة باطلة. نعم. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي، وقد استدل به الإمام أحمد رحمه الله وقال فيه إبطال الحيل. استدل بهذا الحديث الإمام أحمد على إبطال الحيل، كونه فارق المجلس لا يقصد المفارقة وإنما يقصد انهاء خيار الشرط، خيار المجلس، هو في المجلس ولو قام، ولو فارق المجلس فهذا لا يبطل خيار المجلس لأنه لم ينوي به انتهاء المجلس، إنما أراد به قطع الخيار، خيار المجلس، هذه حيلة باطلة وخيار المجلس باقي. نعم. وقد استدل به الإمام أحمد وقال فيه إبطال الحيل، ووجه ذلك أن الشارع أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة، وهي طلب الفسخ، سواء كان العقد لازما أو جائزا، لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له، فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار، ولم يوضع التفرق لذلك، وإنما جعل التفرق لذهاب كل واحد منهما في حاجته ومصلحته. نعم. الوجه العاشر ما روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، رواه أبو عبد الله بن بطة. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، هذا إبطال للحيل على استباحة ما حرم الله. نعم. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، رواه أبو، لأن اليهود يستحلون المحرمات بالحيل، مثل قصة السبت. نعم. رواه أبو عبد الله ابن بطة قال حدثنا أحمد بن محمد ابن سلم قال حدثنا الحسن ابن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد ابن عمرو، وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي، وهو نص في تحريم استحلال محارم الله بالحيل، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدنى الحيل تنبيها على أن مثل هذا المحرم العظيم الذي قد توعد الله تعالى عليه بمحاربة من لم ينتهي عنه. نعم، بأدنى الحيل، فكيف بالحيلة الكبيرة؟ الإثم أشد، والحيلة باطلة، لا تحل ما حرم الله. نعم. فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما باسم القرض، ويبيعه خرقة تساوي درهما بخمسمائة. نعم، خرقة ما تساوي درهم يبيعها بخمسمائة، تصير الخرقة مجرد محلل وهو ما قصد بيعها حقيقة، إنما قصد الحيلة على الربا، هذا حرام. نعم. وكذلك المطلق ثلاثا من أسهل الأشياء عليه
أن يعطي بعض السفهاء 10 دراهم مثلا ويستعيره لينزو على مطلقته فتطيب له، بخلاف الطريق الشرعي فإنه يصعب معه عودها حلالا، إذ من الممكن أن لا يطلق بل أن يموت المطلق أولا قبله. نعم، كذلك الله حرم المطلقة 3 واعتبر هذا بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني يتزوجها زوج غيره بعد الطلاق انتهاء عدتها زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها بطيبة من نفسه لا بحيلة، تحل بهذا. أما أن يتزوجها لا بقصد زواجه بها وإن لا يريد التحليل، هذا التيس المستعار لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باليهود، وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع فيها الحيتان يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد، وهذا عند المحتالين جائز لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت، وهو عند الفقهاء حرام لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة. نعم، اليهود فعلوا هذه الحيلة التي ذمها الله وأهلكهم بسببها، يعني الله جل وعلا مسخهم قردة وخنازير بسبب هذه الحيلة، لما احتالوا على الله حرم عليهم صيد البحر يوم السبت، فهم حفروا الحفر ونصبوا الشباك فيها، صارت الأسماك تقع في الحفر وتمسكها الشباك يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد جاءوا وأخذوا السمك من الشباك، الله لعنهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب هذه الحيلة. نعم. وهذا عند المحتالين جائز لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم، ولقد علمتم الذين اعتدوا، يعني اليهود يقول لليهود، ولقد علمتم أيها اليهود الذين اعتدوا منكم في السبت فحفروا الحفر للأسماك ووضعوا فيها الشباك يظنون أن هذا يبيح لهم أخذها يوم الأحد، هذا حرام، مسخهم الله قردة، مسخهم الله قردة، قلنا لهم كونوا، هذا أمر كوني، كونوا قردة خاسئين. وإذا أمر الله بشيء فإنه يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وهذا عند المحتالين جائز لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت، وهو عند الفقهاء حرام لأن المقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة. عند الفقهاء الذين يفهمون أوامر الله ونواهيه، هل هم الفقهاء يفهمون أن هذا حرام لأنه حيلة لا تستباح به محارم الله جل وعلا. نعم. ومن احتيالهم أن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الشحوم تأولوا أن المراد نفس إدخاله الفم وأن الشحم هو الجامد دون المذاب، فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. نعم،
الله جل وعلا حرم على اليهود الشحوم المختلطة مع اللحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعض. الشحوم التي مختلطة مع اللحم حرام على اليهود، وهذا من شدة إتعابهم، لأن لا يمكن عزل الشحم من اللحم، فهم احتالوا على هذا. كيف احتالوا؟ أخذوا هذه الشحوم وجملوها، يعني أذابوها، صارت ودك، باعوها وأكلوا ثمنها، احتالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن احتيالهم أن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الشحوم تأولوا أن المراد نفس إدخاله الفم، وأن الشحم هو الجامد دون المذاب، فجملوه فباعوه وأكلوا ثمنه، وقالوا ما أكلنا الشحم، ولم ينظروا في أن الله تعالى إذا حرم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله والودك. نعم. فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله، إذ البدل يسد مسده، فلا فرق بين حال جموده وذوبه، فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في تحريمه كبير أمر. نعم. وهذا هو الوجه الحادي عشر، وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. متفق عليه. يعني باع خمرا، ما شربها، لكن باعها وأكل ثمنها، وقال: أنا ما شربت خمر، أنا بعتها وأكلت الثمن. الثمن يقوم مقام الخمر، لأنه ثمن خمر، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. نعم. قال الخطابي: جملوها، معناه أذابوها حتى تصير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم، يقال: جملت الشحم وأجملته واجتملته، والجميل الشحم المذاب. هذا كلام الخطابي رحمه الله، الإمام الجليل أبو سليمان حمد الخطابي رحمه الله، وهذا كلام جميل منه، وكل كلامه جميل رحمه الله. نعم. أعد. قال الخطابي رحمه الله: جملوها، معناه أذابوها حتى جملوها تصير أذابوها. نعم. أذابوها حتى تصير ودكا، فيزول عنها اسم الشحم. يقولون هذا ودك، ما هو بشحم. طيب الودك ذا منين جاء؟ جاء من الشحم، فرع عليه، الفرع له حكم الأصل. نعم. يقال: جملت الشحم وأجملته واجتملته، والجميل الشحم المذاب. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالميتة حرام، وكذلك شحوم الميتة حرام، والودك الناتج عن شحوم الميتة حرام، لأنه فرع على حرام، وفرع الحرام حرام. فالرسول لما حرم الميتة، لما ذكر تحريم الميتة، ذكروا له أن الناس يستصبحون بودكها،
يعني يسرجون بيوتهم بودك الميتة، يذيبونه ثم يجعلونه في شيء، في إناء معمول من الطين أو من الحجر، ويسرجون به بيوتهم، وهو متحول من شحم الميتة. فقال لا، هو حرام، لا يستصبح الناس به، ولا يطلون به السفن، ولا يستعملونه، لأنه حرام. نعم. أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. كل هذا حرام، طلاء السفن والاستصباح بها ودهن الجلود بها، كله حرام. نعم. فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. نعم. فهذا العمل فعله اليهود ولعنهم الله بسببه، وجعلهم قردة، مسخهم قردة وخنازير، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الأمر شديد، الله جل وعلا لا ينطلي عليه الحيل ولا تخفى عليه النيات والمقاصد، فلا يخادع الله كما قال بعض السلف: يخادعون الله كما يخادعون صبيا. الله لا يخادع سبحانه وتعالى. نعم. فأكلوا ثمنه، رواه البخاري وأصله متفق عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي الحارث في أصحاب الحيل: عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها. فالشيء الإمام أحمد له ابنان: عبد الله وهو الكبير، وصالح وهو أصغر من عبد الله، وكلهم رووا عن أبيهم، تفقهوا عليه. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح وأبي الحارث في أصحاب الحيل: عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها. فالشيء الذي قيل إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه، ثم احتج بهذا الحديث وحديث: لعن الله المحلل والمحلل له. نعم، لأن المحلل والمحلل له حيلة، أيضا حيلة على إباحتها للزوج الذي طلقها ثلاثا. نعم. قال الخطابي رحمه الله: وقد ذكر حديث الشحوم في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم. نعم، كل حيلة توصل بها إلى استباحة المحرم فهي حرام، ولا ينفع التحيل، والله لا يخادع سبحانه وتعالى. نعم. في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته وتبديل اسمه. نعم. وقد مثلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لا تقرب مال اليتيم، فباعه وأخذ ثمنه فأكله، وقال: لم آكل نفس مال اليتيم، وإنما أكل ثمنه، والمعنى واحد. نعم. أو اشترى شيئا في ذمته ونقده وقال: هذا قد ملكته، وصار عوضه دينا في ذمتي، فإنما أكلت ما هو ملكي باطنا وظاهرا. نعم. ولولا أن الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة بأن نبيها صلى الله عليه وسلم نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون منهم فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم والميتة ولحم الخنزير وغيرها، وإن تبدلت صورها،
وبتحريم أثمانها لطرق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم في الأثمان ونحوها، إذ البابان باب واحد على ما لا يخفى. نعم، فالباب واحد، سواء استباحوا ما حرم الله أو استباحوا البديل عنه والفرع الذي تفرع منه، والمعنى واحد، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا تنفع عنده الحيل ولا يخدع سبحانه وتعالى. نعم. الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه. نعم. وعلى تغيير صورته. ليش؟ أن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه. أي نعم، يسمونه بغير اسمه، يسمونه الشحم، يسمونه ودك، جملوه يعني أذابوه، وقالوا ما احنا ما سبحنا الشحم، سبحنا شيء حلال وهو الودك. الودك فرع عن الشحم، والفرع له حكم الأصل، هو حرام أيضا. نعم. أن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته. نعم. فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمى، وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. نعم. فإن المحلل مثلا غير اسم التحليل إلى اسم النكاح، واسم المحلل في طلاق المطلقة ثلاثا إذا تزوجها لا بقصد اتخاذها زوجة، فإن يحللها لمن حرمت عليه بالطلاق الثلاث، هذا المحلل، وهو التيس المستعار، ولا تحل للأول بهذا. نعم. فإن المحلل مثلا غير اسم التحليل إلى اسم النكاح، واسم المحلل إلى الزوج، وغير مسمى التحليل بأن جعل صورته صورة النكاح، والحقيقة حقيقة التحليل. نعم، وهذا لا ينفع ولا يخرج الحكم عن أصله، هو ملعون، المحلل ملعون، ولو سمى نفسه زوجا وسمى العقد نكاحا فهو ليس كذلك. نعم. ومعلوم قطعا أن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد العظيم الذي اللعنة من بعض عقوبته. نعم، الرسول لعن المحلل، لماذا؟ لما يترتب على فعله من الآثار القبيحة، تحليلها للمطلق، تحليل ما حرم الله، ما يجوز هذا، وكون المحلل يطأ فرجا حرام عليه، لا يبيحه له العقد الباطل، ويترتب على هذا آثار سيئة. نعم. ومعلوم قطعا أن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك إنما هو لما فيه من الفساد العظيم الذي اللعنة من بعض عقوبته، وهذا الفساد لم يزل بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة. نعم، وهي التحليل. وهذا الفساد لم يزل بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة، ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ما قبله، فإن المفسدة تابعة للحقيقة لا للاسم ولا لمجرد الصورة. نعم. وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة، ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد، يعلمها من قلوبهم عالم السرائر، فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد. ثم هذا في القرض، يعني أقرضه مبلغا
القرض لا يجوز أخذ الزيادة فيه، احتالوا على هذا، اقترض منه قرضا وباع عليه ثوبا بمبلغ آخر وهو لم يقصد البيع ولا حقيقة للبيع، إنما يقصد الزيادة في الربا في القرض، وهذا لا يغير الحكم. نعم، فهو ربا ربا ربا. نعم. والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد، يعلمها من قلوبهما عالم السرائر، فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ثم غيرا اسمه إلى المعاملة وصورته. نعم. ثم غير اسمه إلى المعاملة وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة، وإنما هو حيلة ومكر ومخادعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم بتغيير اسمه وصورته، فإنهم أذابوه حتى صار ودكا وباعوه وأكلوا ثمنه وقالوا إنما أكلنا الثمن للمثمن فلم نأكل شحما. نعم. وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذ، كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسم الخمر، يسمونها بالشراب الروحي، بالويسكي، بأي شيء يسمونها خمر، وهي خمر مسكر. الأسماء لا تغير الحقائق، هذه قاعدة، الأسماء لا تغير الحقائق. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. هذا مما يحدث في آخر الزمان، أن ناسا يبيتون على شرب الخمر وعلى الزنا وعلى القينات والمغنيات، فيخسف الله بهم، يخسف الله بهم الأرض والعياذ بالله، لأنهم استباحوا ما حرم الله عز وجل. وقد يسمون هذا بغير أسمائه، والأسماء لا تغير الحقيقة ولا تنسخها. نعم. وإنما أتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم إلى معنى، ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته. وهذا بعينه هو شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جمله، واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة، وقالوا ليس هذا صيد يوم السبت ولا استباحة لنفس الشحم. نعم. بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعما أنه ليس خمرا، مع علمه أن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصوده وعمله عمله، أفسد تأويلا، فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر كما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة. وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى، في من يرى أن الخمر لا تكون إلا من العنب، لا تكون إلا من العنب، وهذا رأي باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي شيء كان، من العنب، من الشعير، من التمر الذي تخمر، من كل خمر ما أسكر. الحكم يتعلق بالإسكار ولا ينظر إلى المادة التي صنع منها، تعلق بالإسكار، فإذا أسكر الشيء فهو خمر،
من أي مادة كان. نعم. وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى، منها ما رواه النسائي عنه صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وإسناده صحيح. نعم. ومنها ما رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت يرفعه يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، رواه الإمام أحمد ولفظه ليستحلن طائفة من أمة الخمر. ومنها ما رواه ابن ماجة أيضا من حديث أبي أمامة منه، ومنها ما رواه ابن ماجة أيضا من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وأن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه. وكذلك شبهتهم في استحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير قد أبيح للنساء وأبيح للضرورة وفي الحرب. أبيح الحرير للرجال للضرورة، إذا كان فيه جرب وحكة يباح له أن يلبس الحرير، لأن الحرير يبرد الجلد، يبرد الجلد ولا يكون معه حكة وجرب، فيباح في هذه الحالة. أما أن يلبسه من غير سبب للتزين به فهذا حرام لا يجوز في أي وقت كان. نعم. فإن الحرير قد أبيح للنساء وأبيح للضرورة وفي الحرب وقد قال الله تعالى أبيح لبس الحرير في الحرب لأن هذا يغيظ الأعداء، ويعلمون أن المسلمين عندهم قوة، وأنهم هذا النظر إلى المقاصد فيه. نعم. وقد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والمعازف قد أبيح بعضها في العرس ونحوه. نعم. مثل الدف أبيح منها الدف، الدف من آلات له، الدف من آلات له، لكنه يباح ضربه في الزواج لأجل إعلان النكاح، ويكون بأيدي النساء خاصة، لا يكون بأيدي رجال، بأيدي النساء خاصة وفيما بينهن. نعم. والمعازف قد أبيح بعضها في العرس ونحوه، وأبيح الحداء، وأبيح بعض أنواع الغناء. الحداء نوع من الغناء يباح لقيادة الإبل في الليل، إذا كانوا يسيرون في الليل فيكون معهم حادي تسير الإبل على صوته، وهو نوع من الغناء. الحداء نوع من الغناء، لكنه أبيح لأجل حاجة المسافرين إليه. نعم. وأبيح الحداء وأبيح بعض أنواع الغناء، وهذه الشبهة أقوى بكثير من شبه أصحاب الحيل، فإذا كان من عقوبة هؤلاء أن يمسخ بعضهم قردة وخنازير، فما الظن بعقوبة من جرمهم أعظم وفعلهم أقبح؟ فالقوم الذين يخسف بهم ويمسخون إنما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة، وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء، ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم، وخسف ببعضهم كما خسف بقارون، لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه. نعم. لا يجوز فعل هذه الأشياء لأنها مما حرم الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، لا يقال الوقت تغير والناس تغيرت حالهم وهذا الشيء درج عليه الناس وإلى آخره، كل هذا باطل، أحكام الله لا تتغير،
لا تتغير إلا إذا نسخ الله شيء منها، أما ما لم ينسخ فإنه محكم إلى يوم القيامة ولا يجوز تغييره والاحتيال عليه. نعم. وخسف ببعضهم كما آفت الناس من المفتين المتعالمين أو علماء الضلال، قد يكونون علماء لكنهم علماء ضلال، والآن صاروا في المواقع وفي ما يسمونه بالشبكات ومما هب ودب يفتون ويتكلمون ويقتر بهم بعض الناس وأصحاب الأهوى، يقول هذولا علماء وبها المتشددين ذولا اتركوهم، هذولا العلماء وهذولا اللي متفتحين وعارفين، فتنة والعياذ بالله. نعم. وخسف ببعضهم كما خسف بقارون لأن في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه. خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون إلا الصابرون. ثم العاقبة فخسفنا به وبداره الأرض، كنوزه اللي معه وأمواله ساخت معه في الأرض حتى ما يطمع أحد بها، خسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فالله جل وعلا إذا حرم شيئا يجب على العباد يتجنبوه ويعظم مع حرمات الله ولا يحتال عليها بالفتاوى الباطلة وأقوال المتعالمين وما تبثه الشبكات والمواقع المشبوهة التي يقذف فيها من هب ودب من الأقوال والفتاوى. نعم. فلما مسخوا دين الله تعالى مسخهم الله، ولما تكبروا عن الحق أذلهم الله تعالى. نعم. فلما جمعوا بين الأمرين جمع الله لهم بين هاتين العقوبتين وما هي من الظالمين ببعيد. وما هذه العقوبة من الظالمين في أي زمان وفي أي مكان ببعيد، قريب أن الله يحل بهم ما أحل بمن قبلهم. نعم. وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث تقدم ذكر بعضها. فصل. المسخ والخسف الذي يحدث في آخر الزمان جاء في عدة أحاديث كما تقدم نموذج منها. نعم. فصل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أجاز جمع من أهل العلم التورق لما فيه من التوسعة على الناس مع ما فيه من الحيلة على الربا، فما هو الراجح في هذه المسألة؟ التورق ما فيه ربا يا أخي، ما فيه ربا ولا فيه حيلة للربا، التورق لأجل الحاجة، لأجل الحاجة، أن تحتاج إلى دراهم ولا تقدر إلا أن تشتري من إنسان سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على غيره بثمن حال تقضي به حاجتك، إذا حل الأجل سدد للدائن، وهذا ليس فيه محذور، وإن منعه بعض العلماء لكن الأكثر والجمهور على إباحته، إباحة مسألة التورق، وهي اللي يسمونها الناس الدينة أو يسمونها بعضهم الغائبة أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة سميت بالتورق
لأن القصد منها تحصيل الورق وهو الفضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أخذت قرضا من البنك وهذه صورته، اشتريت منهم حديدا ب100,000 ولم أقبض هذا الحديد، بل بعته للبنك مباشرة ب80,000 والمال في حوزتي. سؤاله: هل هذه الصورة صحيحة للبيع؟ لا، تبيعه على غيرهم، تشتري منهم الحديد وتنقله من مكانهم وتبيعه على غيرهم، تستفيد من ثمنه، ما تبيعه عليهم ولا توكلهم على أنهم يبيعونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز عقد النكاح عقدا صوريا، بمعنى أنه ليس مثبت، على امرأة تعيش في بلاد الكفر ليسمح لها بالخروج من هذه البلاد لتفر بدينها؟ لا، ما يجوز التلاعب بعقد النكاح صورة هزلية واحتيال، ما يجوز هذا، يشاف له طريقة غير هذا، هناك سفارات، هناك مراكز إسلامية، هناك أقليات مسلمة، نعم، تستشيرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل أخذ شيئا من أخذ مبلغا من المال مني بغير إذن، فلما طالبته بالمال أتاني به وبزيادة، وأخبرني بأنه قد تاجر بهذا المال وربح فيه. سؤاله: هل أستحق هذه الزيادة التي أتى بها؟ لا، ما تستحقها، ما عقدت معه على المضاربة، ما عقدت معه على مضاربة حتى يجيك شيء من الربح مع رأس مالك، ما عقدت معه، أخذه هو وضارب به وباع به واشترى وجاب لك مالك وجاب زيادة، لا تحل لك الزيادة، خذ مالك ولا تأخذ الزيادة، لأنك لم تتعاقد معه على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: أريد أن أشتري منزلا عن طريق البنك، لكن البنك يشترط دفعة مقدمة 30%، فقال لي مكتب العقار: نحن ندفعها عنك ويكون الشراء عن طريق مكتبنا ليأخذون السعي. لا، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، احتيال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اقترض بائع السلعة من شخص ثم عند سداد إيش؟ إذا اقترض بائع السلعة من شخص ثم رد إليه هذا الشخص المال ومعه زيادة من دون اشتراط، فهل يجوز له ذلك؟ إذا كان ما شرط عليه هذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء، خيركم أحسنكم قضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الربا الصريح هو ربا النسيئة فقط؟ لا، ربا الفضل وربا النسيئة، الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، كلاهما حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم استخدام الحيلة لأجل دفع ضرر عظيم أو جلب مصلحة كبيرة؟ ما ندري وش هالضرر العظيم ولا هالمصلحة الكبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أشتري بضاعة ثم أبيعها بضعف المبلغ الذي اشتريتها به، أم يكون هذا من باب الحيلة؟ إيش؟ هل يجوز لي أن أشتري بضاعة بمبلغ من المال ثم أبيعها بضعف هذا المبلغ الذي اشتريتها به، أم يكون هذا من باب الاحتيال؟ إذا اشتريت البضاعة وملكتها وقبضتها جاز لك أن تبيعها بمثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لأنها ملكك، لأنها صارت ملكا لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول:
هل صحيح أنه يوجد في هذا العصر بنوك تسمى بالبنوك الإسلامية والبنوك غير الإسلامية، فما كان إسلاميا فمعاملاته كلها جائزة؟ والله قالوها لكن ما شفناها، ما شفنا بنوك إسلامية، والظاهر أنها هي البنوك بس سموها إسلامية، والاسم لا يغير الحقيقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز مخادعة الصبي والاحتيال عليه لأجل مصلحة؟ لأجل مصلحة، مصلحة الصبي؟ هذا الظاهر. نعم. إذا كان هذا من مصلحته هذا شيء جيد، هذا من التربية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: نحن في مناطق يسيطر عليها العدو، فنضطر إلى أن نلصق شعاراتهم على سياراتنا من أجل ألا يتعرضوا لنا ونحتال بذلك، فهل تجوز لنا هذه الحيلة؟ إذا كان هذا نظام، هذا نظام في البلد، تلصقون على سياراتكم لأجل أنها يسمح لها بالسير والتحميل، فلا أرى مانعا من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تغيب الموظف عن وظيفته لعذر ضروري ثم أتى بتقرير طبي مزور لأنه لن يكون له عذر إلا هذا، فهل يجوز له هذا؟ لا، ما يجوز. المزور لا يجوز، الكذب لا يجوز، بين الحقيقة ويطلب المسامحة والعفو عنه من المدير، من المسؤول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تصح صلاة الجمعة في البر؟ لا، ما تصح صلاة الجمعة في البر البعيد عن البلد، يجوز إقامتها في فضاء قريب من البلد للحاجة إذا احتاج إلى هذا، وأما أن تقام في الرحلات في الأسفار، ما تقام الجمعة إلا في بلد أو ما حوالي البلد مما هو تابع للبلد عند الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دخلت إلى مسجد الحي وقد انتهى الناس من صلاة المغرب والعشاء حيث جمعت بسبب المطر، سؤاله: أنا الآن منفرد، فهل يجوز لي أن أجمع بين الصلاتين وهذه حالي؟ لا، إن حضرت الجمع معهم تجمع، وإن ما حضرت الجمع فلا تجمع وحدك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاتكاء على اليد اليسرى عند الجلوس؟ نعم، نهى عن الاتكاء، هذا كره مكروه، كراهة تنزيه اتكاء على يده اليسرى، فيه تشبه بالشيطان أظن. نعم. فضيلة تشبه باليهود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا بأس بالدف في الزواج، فهل يجوز إحضار ما يسمى بالمطربات والطقاقات لضرب الدف عند النساء؟ طقاقات؟ نعم، ما في بأس، إذا كان القصد إعلان النكاح، إذا كان القصد إعلان النكاح واللي تضربه نساء ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الضابط في إدراك الركوع مع الإمام في الصلاة؟ إذا وصلت يداه، إذا كبر وانحنى ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركوع. انتبهوا، إذا كبر وانحنى ووصلت يداه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركوع، فعليه أنه يكمل الركوع ويلحق بالإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: استأجرت بيتا واشترط علي صاحب البيت
إن دفعت له المبلغ التابع لسنة كاملة فإنه ينقص لي 10%، وإن لم أدفع له إلا النصف فإنه لا يخفض لي شيئا، فهل يصح العقد بهذه الحال؟ لا، هذا عقد مجهول، ما هو إن فعلت كذا كذا وإن فعلت ما عزم العقد على صورة معينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل في الحج، يقول: من أدرك عرفة قبل الفجر لكنه لم يدرك مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، فما الواجب عليه؟ نعم، ما عليه شيء، إذا فاته المبيت في مزدلفة لعذر ضاق عليه الوقت ولم يدرك مزدلفة فلا بأس، يسقط عنه المبيت في مزدلفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن لديها حاجبين كبيرين، تقول: هل لها أن تقصر منهما لأجل زوجها؟ والله ما أدري، هذا لا يحتاج إلى أن الطبيبة تقرر هذا، تقرر الطبيبة هذا الشيء. نعم، أو طبيبتان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس فيذهبون إلى المقبرة ثم يصبون ماء على القبر لأجل غسله وتنظيفه؟ لا يجوز هذا، ولا يصب ماء على القبر إلا عند الدفن، عند الدفن يصب عليه الماء حتى لا يتطاير التراب، وأما بعد الدفن فلا يصب الماء على القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم التغني بالشعر إذا خلى من المجون ولم تصاحبه معازف؟ كيف؟ يقول: ما حكم التغني بالشعر إذا خلى من المجون ولم تصاحبه المعازف؟ إذا خلى من المحذور تغني بالشعر يعني بدون أنه يكون في مجلس وعند ناس، التغني بالبيت والبيتين ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد، فهل يجوز أن تعلق هذه الضالة كالمفاتيح مثلا أن تعلق في سارية المسجد، أم يعد هذا من باب الاحتيال؟ يسلم لقيم المسجد، ما يعلق، بس سلم لقيم المسجد، لأن اللي يضيع شيء يجي لقيم المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يبدأ المسح على الخفين؟ تبدأ المدة، تبدأ من انتقاض الوضوء بعد اللبس، من أول انتقاض للوضوء بعد اللبس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن من خارج هذه البلاد، وقرر مجموعة منا شراء استراحة لإقامة التعازي فيها لضيق المساكن، فهل فعلنا هذا مشروع؟ تعازي فيها؟ نعم. أخشى أن هذا يصير من المآتم، من إقامة المآتم. التعازي ما تحتاج إلى استراحة، ولا تعزي المصاب بأين ما لقيته، في المسجد، في المقبرة، في السوق، في التلفون، في الجوال، حاجة إلى اجتماع. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، هل صحيح أن العلماء حرموه لأجل أن فيه حيلة على الربا؟ نعم، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه، ما هو من أجل الربا، من أجل أن العقد ما هو جازم متردد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما يسمى بالحرير الصناعي، هل يجوز للمسلم الرجل أن يلبسه؟ الصناعي؟ نعم، ما أعرف الصناعي هذا،
معرفة صناعها. إذا كان أنه مثل الحرير الأصلي فيه نعومة وفيه لا يجوز. نعم يأخذ حكمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلينا خلف إمام صلاة العشاء فقام الإمام للركعة الخامسة فنبهناه لكنه لم يرجع، بعض المأمومين قام معه ومنهم من جلس ينتظره للسلام وسلم معه، يقول هل صلاة من قام معه صلاة صحيحة؟ الذي قام معه هو يعلم أنه زائدة تبطل صلاته، وأما الذي قام معه وهو لا يدري فصلاته صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لخطبة الجمعة ورد أن من علامات فقه الرجل أن يكون أن تكون خطبته أو تكون خطبته قصيرة، يقول ما الضابط في قصر الخطبة في هذا الوقت؟ الضابط في قصر الخطبة مثل الضابط في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون بقدر الحاجة، تكون بقدر الحاجة، كلمات معدودات طيبات مباركات، فإذا اتصفت بهذه الصفة فهي خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: توفي والدي فعزم أعمامي على إقامة عزاء له في إحدى الاستراحات لمدة 3 أيام، فأنكرت عليهم هذه المدة وهذا التحديد فصار بيننا شقاق وخصومة، سؤاله هل فعلي وإنكاري هذا صحيح وهل هناك مدة للعزاء؟ أديت الواجب وجزاك الله خيرا، وهم مخطئون في هذا، فمدة العزاء ليس له مدة وليس له مكان. نعم. العزاء يقولون إلى 3 أيام، لأنهم بعد 3 ينسون المصيبة إلى 3 أيام، لكن ما يحتاج إلى اجتماع واستئجار استراحة للعزاء وما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندما نريد أن نحول مالنا إلى بلادنا فإنا نعطيه شخصا بعملة هذا البلد ثم يحوله بعملة بلدنا، هل هذه المعاملة جائزة؟ للحاجة تجوز، هذه اللي تسمى السفتجة. السفتجة هي أن تعطي شخصا مبلغا من المال في هذا البلد مثلا، يعطي أقاربك أو أهلك بدلا عنه في بلده أو يحوله لهم، لا بأس بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يمسك لسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، يقول ما مقصوده بقوله الموارد؟ الكلام، يعني الكلام الذي ليس في محله يكون مورد سوء، ما في شك. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. أخطر على الإنسان اللسان والفرج، فإذا ضبطهما سلم من، دخل الجنة وسلم من النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما يسمى بالقات وكذلك الحشيش والمخدرات التي تسكر وتضر بالإنسان، هل تدخل في اسم الخمر رغم تغير أسمائها؟ لا، ما تدخل في اسم الخمر، مخدرات، مفترات. القات هذا مفتر مثل الدخان، مفتر، وأما المخدر فهذا يصيب الجسم، يصيب الجسم، كل الجسم بتراكيبه، فينهار الجسم بهذا ويؤثر عليه. المخدرات أشد، ما في شك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل فيقول: كيف يستطيع المؤمن أن يوفق بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه؟ ما بينهن تنافي ولا تناقض، تأخذ الأسباب ويتوكل على الله، يجمع بينهما، ما يعتمد على السبب ويترك التوكل، ولا يعتمد على التوكل ويترك الأسباب، بل يجمع بينهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما وأصحابه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟ لا، مباشرة لا، ما يمس المصحف الآيات أو الحواشي، حواشي المصحف أو حتى جلد المصحف المتصل به، ما يمسه بدون طهارة إلا من وراء حائل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اشترى سيارة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك ولما علم الحكم وأراد إرجاعها فإنهم يغرمونه مبلغا كبيرا، يقول: كيف المخرج الشرعي له؟ المخرج الشرعي يصبر على التغريم ويرده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إنها كانت في الطواف وفي الشوط الأخير منه أحست بنزول شيء، وبعد ساعة كشفت فوجدت أنها حائض، هل عمرتها صحيحة؟ إذا علمت أن الحيض نزل عليها وهي تطوف، عمرتها غير صحيحة، لابد من إعادتها إذا طهرت، تبقى على إحرامها، هي محرمة لا تتحلل، إن كانت تحللت تعيد الإحرام عليها وتمسك عن محظورات الإحرام، تجتنب البرقع والنقاب، فإذا طهرت واغتسلت فإنها تطوف للعمرة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندما ننكر على بعض الناس احتفالهم بالمولد النبوي يقولون: إنكم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا تحتفلون بمولده، يقول: كيف الجواب عن ذلك؟ العكس، الذي يفعل البدع يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والمولد هذا من البدع، والرسول يبغض البدع ونهى عنها وحذر منها، الذي يحب الرسول يترك البدع ومنها المولد، والذي يحدث المولد هذا مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اعكسوا الأمر عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يهنئ زملائه في العمل إذا كانوا كفارا أن يهنئهم بالسنة الميلادية؟ نعم. يقول: هل يجوز للمسلم أن يهنئ زملائه بالعمل بالسنة الميلادية وبرأس السنة؟ زملائه في العمل، ما هو بالعمل. نعم. زملائه بالعمل. في العمل. نعم. نعم. أن يهنئهم برأس السنة الميلادية؟ ما يهنئ بس حتى السنة الهجرية ما يهنئ بها، ولا بالسنة الميلادية من باب أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اضطر الإنسان فهل يجوز له أن يحل السحر بسحر مثله؟ لا، حله بالرقية والقرآن، النشرة الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس عندما لا يتحصل على تصريح بالحج فإنه يلبس الملابس المخيطة حتى يجاوز رجال الأمن فيحتال بذلك، فهل هذا أمر محرم عليه؟ أي نعم، هذا لبس المخيط وهو محظور في الإحرام، فلبس فعمل محظورا، عليه الفدية، عليه الفدية في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الرجل مريضا مرضا شديدا فهل يجوز له أن يتيمم بدل استعمال الماء؟
إذا كان استعمال الماء يشق عليه أو لا يقدر عليه يتيمم. نعم. إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيشرع التيمم لأمرين، إما عدم الماء وإما المرض الذي ما يستطيع معه استعمال الماء وهو موجود. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل يقول: أحيانا نكون في البر ويكون الجو باردا، فهل يجوز لنا أن نصير إلى التيمم بدل استعمال الماء؟ إذا خفتم على أنفسكم من استعمال الماء تتيممون كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا خفتم على أنفسكم من استعمال الماء، خفتم ضررا على أنفسكم أو مرضا، لكم أن تتيمموا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا في درس سابق أن من أكل الثوم والبصل فإنه لا يجوز له أن يحضر إلى صلاة الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج من عمل ذلك. سؤاله: من شرب الدخان فهل يجوز له أن يحضر مع الجماعة؟ ما هو الدخان هو مثل البصل، الدخان يشربونه لكن إن كان يتخذ شيء في فمه يذهب رائحة الدخان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أنه لا بأس بالعمرة بعد العمرة، فهل هناك حد معين بينهما؟ لا حد بينهما، لا حد بينهما، ولكن كونه يجعل بينهما فاصلا حتى ينبت شعر رأسه أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلاة الجماعة هل هي واجبة على المريض؟ إذا يستطاع فهو واجب عليه، إذا كان ما يستطيع حضور الجماعة، قصدها الجماعة في المسجد. نعم. إذا كان يشق عليه يصلي في البيت لأنه مريض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، متى تبدأ هذه الأذكار؟ تبدأ ببداية الصباح طلوع الفجر، وببداية المساء وهي زوال الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ردد المسلم خلف المؤذن عند الإقامة فهل يقول هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ يقول: إذا ردد المسلم مع المؤذن عند الإقامة